كارمن عايزين اكون منوره الدنيا. فتاه احلام الوطن العربي كله. لا لا مش لهالدرجه يا عم. لا لا والله عن جد مش لهالدرجه. من بعد ازاي بقى يعني المصريين بيتجننوا عليكي بشكل مش طبيعي. شكرا ميرسي. تجربه مع عز بقى كلمين عنها والفيلم ده ايه مدى صعوبته وتميزه بالنسبه لك؟ تجربه حلوه كتير مع احمد عز. كتير مهم بالنسبه لي انه كون بعمل الممثلين فيه هالقد عندهم طاقه ايجابيه، هالقد عم بيفكروا بالعمل ككل، هالقد عم بيفكروا بالمشهد كيف بده يطلع باحسن صوره. فالتعامل مع احمد عز كان كثير حلو، ممثل متواضع كثير هامبل بيساعد الممثل المقابل، وهيدا الشيء كله هيك خلاني اكون مرتاحه. عايزين نعرف حاجه عن شخصيتك بقى في الفيلم. شخصيتي بالفيلم مثل ما شفته بالتريلر كلها اكشن. عم مثل دور مايا يلي هي هاكر يلي هي عندها مهمه بالفيلم. المشاهد كل الوقت رح يكون مش فهمان مايا وين، مايا عم تشتغل لصالح مين، وهيدا الشيء اللي هيك بالنسبه لي كثير انترستينج كان بالدور. كثير بتسال الجزء الثاني من زيبا اخباره ايه؟ والله ما عندي جواب على هيدا السؤال. هيدا السؤال بدك تساله على شركه الانتاج من كذا سنه يمكن. ما عندي جواب. كانت مفاجاه بالنسبه لنا شخصيتك التحول الرهيب. يا ريت. انا عن جد مسلسل زيبا كان كثير ايجابي لإلي وكثير فتح لي ابواب، وكثير الدور كان حلو، كثير الشغل مع كريم عبد العزيز كان مهم. فاتمنيت لو في جزء ثالث، بس بتعرف انه الاشياء هيك. عروس بيروت اخباره ايه؟ عروس بيروت باخر اوغست رح نروح نصور الجزء الثالث منه اكيد، والجمهور طلب كثير وكثير متابع كان المسلسل وناطر، فانه رايحين نصور الجزء الثالث قريبا. كم بنت حقدت عليك عشان شغاله مع احمد عز؟ والله ما بعرف يعني ايه، بس انا اكيد بعرف وبسمع قد البنات والناس كلها بتحبه لاحمد عز، فانا اكيد محظوظه اني اشتغلت معه بفيلم العادي. محظوظه انه معاكي برضه، ما احنا بنحقد عليه. شكرا.